جسور عنق الفخذ. مفصل الورك هو مفصل كروي يتكون من التجويف الحقي ورأس الفخذ. يربط العنق رأس الفخذ بالجزء القريب من عظم الفخذ ويرتبط بالمنطقة بين المدورين. تعد كسور عنق الفخذ واحدة من أكثر الإصابات شيوعاً عند البالغين. عادة ما تكون ناجمة عن السقوط التالي لحدث بسيط كالتعثر على الرصيف أو السقوط في المنزل عند كبار السن الضعفاء. أما عند الأفراد الأصغر سناً، تحدث هذه الكسور عموماً نتيجة لرد شديد كحوادث السير أو السقوط من ارتفاع، وغالباً ما تترافق بإصابات أخرى. يزداد خطر حدوث كسر العنق في حال وجود ترقق عظمي. هذه الحالة تضعف العظم وتجعله أكثر عرضة للكسر. يمكن لأدوية الكورتيزون الفموية أن تضعف العظام إذا تم تناولها على المدى الطويل. كسور عنق الفخذ هي كسور داخل المحفظة، مما يجعلها أكثر عرضة لحدوث عدم الاندمال بالمقارنة مع كسور الورك الأخرى، لأن السمحاق رقيق في العنق، ولأن الكسر يسبح في السائل المفصلي، كما أن التروية الدموية ضعيفة نوعا ما ويمكن أن تتأذى عند حدوث الكسر. لهذه الأسباب يكون احتمال عدم الاندمال في هذه الكسور عالي، ومن المرجح أن يحدث نخر لا وعائي وتموت في رأس الفخذ، وتسمى هذه الحالة النخرة الجافة. يمكن أن ينكسر عنق الفخذ في مناطق مختلفة أسفل رأس الفخذ مباشرة، ويسمى كسر باتر للكرمة، في وسط العنق أي كسر عبر العنق، أو في نهاية العنق البعيدة كسر العنق القاعدي. بشكل عام، كلما كان خط الكسر أقرب إلى الرأس كلما زاد خطر الإصابة بالنخرة الجافة. التصنيف يعتمد تصنيف جاردن على المظهر الشعاعي للكسر، ويصنف كسور العنق إلى 4 أصناف. تعتبر كسور النوع الأول كسوراً غير كاملة. كسور النوع الثاني هي كسور كاملة بدون انزياح أو تبدل. النوع الثالث هي كسور كاملة مع تبدل جزئي. كسور النوع الرابع هي كسور كاملة مع تبدل كامل. يعتمد تصنيف باول على زاوية ميل خط الكسر بالنسبة إلى المستوى الأفقي. النوع الأول أقل من 30 درجة. النوع الثاني من 30 إلى 50 درجة. النوع الثالث أكبر من 50 درجة. تكون الكسور ذات الزوايا الأكبر والأكثر عمودية أقل ثباتاً وأكثر عرضة للإصابة بالنخرة الجافة بعد الجراحة. الأعراض: ألم مفاجئ في الورك إما عند السقوط أو بعده، وعدم القدرة على المشي. على الرغم من أن بعض المرضى الذين يعانون من كسر بسيط متشابك قد يستمرون في تحميل الوزن. عادة ما يترافق كسر الورك المتبدل مع قدر كبير من ألم الفخذ، وقد يظهر الطرف مدارا للخارج. في الكسور الجهدية قد لا يكون هناك قصة رد واضحة، وقد يشكو المريض من آلام غامضة في الركبة أو الأرداف أو المغبان أو الفخذ. التشخيص: يجب على الطبيب أن يأخذ قصة مرضية كاملة وإجراء فحص جسدي شامل بحثاً عن إصابات مرافقة. يجب عليه إجراء فحص وعائي عصبي كامل للطرف المصاب. يجب إجراء صوراً شعاعية بسيطة للورك متضمنة صوراً أمامية خلفية مع دوران داخلي أقصى، وصوراً جانبية لجميع المرضى الذين يشتبه في إصابتهم بكسر في الورك. يمكن أن تكون المقارنة مع الورك السليم مفيدة، وبالتالي يمكن إجراء صورة شعاعية أمامية خلفية للحوض. إذا لم تكشف الصور البسيطة الكسر ولكن الألم شديد وكان الشك السريري بوجود كسر مرتفعاً، نلجأ إلى التصوير بالرنين المغناطيسي. عند وجود موانع للتصوير بالرنين المغناطيسي كجهاز تنظيم ضربات القلب، أو في حال عدم توفر التصوير بالرنين المغناطيسي، يكون التصوير الطبقي المحوري مفيداً. العلاج: مرضى كسور الورك معرضون بشكل كبير لخطر الإصابة بالجلطات الدموية الوريدية. سيصف طبيبك أدوية مميعة للدم لمنع الجلطات، ومسكنات للألم، وعلاج لأي عدوى قد تكون موجودة. نادراً ما يتم علاج كسر عنق الفخذ بشكل محافظ غير جراحي. ممكن أن نلجأ له فقط عند المرضى المقعدين أو طريحي الفراش، أو عند المرضى ذوي الخطورة الجراحية المرتفعة. يشمل العلاج المحافظ تجنب تحريك الكسر، عادة بالراحة المطلقة في السرير مع وضع الساق المصابة في وضع خاص. بعد فترة الشفاء يمكن بدء بتحريك الساق بالعلاج الطبيعي. الهدف من العلاج الجراحي هو أن يقوم الطبيب بتثبيت الكسر بسرعة وتجنيب المريض فترات طويلة من عدم الحركة. نجري الجراحة في غضون 24 ساعة من دخول المستشفى للمرضى المستقرين حيويا والذين لا يعانون من أمراض مهمة.
بقدر الإمكان يجب ألا تتأخر الجراحة لأكثر من 72 ساعة. يعتمد نوع الجراحة عموما على مكان الكسر ونوعه، وما إذا كان الكسر منزاحا ومتبدلا، والعمر والحالة الصحية العامة للمريض. تشمل الخيارات الجراحية ما يلي: تثبيت الكسر ببراغي مقناة. نوصي بهذه الطريقة عندما لا يتجاوز عمر الكسر 24 ساعة، وفي الكسر الغير متبدل، وإذا كانت الكتلة العظمية جيدة ولا يوجد علامات ترقب، وعند المرضى الشباب الأقل من 60 عاما. في الكسور العمودية، أي كسور باول من النوع الثالث، وكسور العنق القاعدية، يكون برغي الورك الانزلاقي أثبت أفضل من الناحية الميكانيكية. يجب أن يبدأ العلاج الوقائي من الجلطات بمويعات قبل الجراحة، ويستمر لمدة 4 إلى 6 أسابيع بعد الجراحة بدعم من أخصائيي العلاج الطبيعي ذوي الخبرة. سيجلس المريض على حافة السرير ويتم تحريك الطرف في اليوم الأول بعد الجراحة. تحميل الوزن جزئيا باستخدام مشاية أو عكازات بعد العملية لمدة تصل إلى 6 أسابيع. يحول المريض إلى العلاج الطبيعي وتمارين تقوية العضلات حتى تحميل الوزن الكامل على الطرف بعد 6 أسابيع. بعد 5 أشهر تقريبا يسمح بالرياضات السهلة كالسباحة. تبديل مفصل الورك الكامل أو الجزئي. في تبديل مفصل الورك الكامل يتم استبدال رأس وعنق الفخذ والجوف الحقي ببديل صنعي معدني. نقوم بتبديل المفصل الكامل عند المرضى المسنين أكبر من 60 عاما. في بعض الحالات لا يلزم استبدال الجوف الحقي في الورك، يكفي تبديل مفصل الورك الجزئي عند البالغين الذين لم يعودون قادرين على العيش بشكل مستقل وكبار السن غير النشيطين. بعد استبدال مفصل الورك يمكن للمريض وضع وزنه كاملا على ساقه في اليوم التالي للجراحة، ولا توجد حاجة لفترة طويلة من الراحة في الفراش. مباشرة بعد جراحة استبدال مفصل الورك يبدأ المريض بتمارين العلاج الطبيعي لاستعادة القدرة على الحركة. الإنذار: معدل الوفيات لمدة عام واحد بعد كسر عنق الفخذ يقدر بما بين 20 إلى 30% من الحالات، ويبلغ خطر الوفاة ذروته خلال الأشهر الستة الأولى.